بس لو رحنا لامور اخرى هجوميه ايجابيه، عندنا محمد شريف اللي خارج قائمه المنتخب اللي هنبقى نستعرضها معاكم اكيد، وكل التمنيات بالتوفيق للمنتخب. محمد شريف كونه يرجع، كونه يبدا يسجل، كونه يصر على ده ويبقى عنده الشخصيه المهمه جدا داخل المباريات. وانا شفت بدايه مقارنات لمحمد شريف، محمد شريف يا جماعه رقميا عامل ارقام جيده جدا 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 كمهاجم. عنده نواقص اكيد لازم يشتغل عليها، ولو قلنا ان ما عندوش نواقص نبقى بنضره مش بنفيده، ولكن محمد شريف ايضا لازم ياخد حقه ولازم نديله الثقه في وقت قد يكون استبعاده من المنتخب بيقلل ثقته. كمان لاعب زي احمد عبد القادر هو مهم جدا، لاعب زي احمد عبد القادر عنده قدره في رايي رهيبه جدا على ان هو يصلحلك الفارق. يمكن كنت بتكلم كتير قبل كده في ان النادي الاهلي عنده مشكله في فكره اللاعب اللي بيفك لك الزونز او التكتلات او الدريبلر اللي يروح على واحد على واحد فيقدر يعدي، يقدر يفتح لك مساحه، يقدر يضرب لك اي خط دفاع مش بتمريرات انما بمهارات الاختراق. احمد عبد القادر وكانه لاعب برازيلي، انا بشوف ان اللاعب وكانه اتولد في استاد الماراكانا في ريو دي جانيرو، فعلا عنده القدرات دي. قرار اي مدافع انه يدخل عليه بجراه ويستخلص منه الكره، المدافع بيعرض نفسه للحظه حرجه جدا داخل المباراه. بس في نقطه مهمه جدا عشان خاطر دي الفارقه في مسيره احمد عبد القادر، وهي التطور، وهي ان ما بين احنا النهارده قاعدين بنقول ان انت لاعب مميز جدا زي ما عملنا مع لاعبين كتير، بس يمكن دلوقتي ما بنقولش اسمائهم، يمكن دلوقتي نسيناهم، يمكن البعض بيشوفهم في انديه اقل. ايه اللي مطلوب من احمد عبد القادر؟ يعني يمكن صديقي محمد مصطفى عطيته كان كتب بوست امبارح انا كنت سعيد بيه، شفت تفاعل الناس معاه في فكره التحول في الشخصيه والتحول في الارقام، توظيف المهارات لفاعليه، وده اللي كريستيانو رونالدو عمله. يمكن انا بختلف في فكره نسخه مانشستر ونسخه ريال مدريد، لا انا عايز اقول لكم كمان من الفكره نفسها ان كريستيانو رونالدو ده نفسه داخل مانشستر يونايتد، اللاعب اللي في 2004 بيسجل 4 اهداف وفي 2005 بيسجل 5 اهداف، هو اللاعب اللي جه في 2008 بيسجل 31 هدف في البريمير ليج من 34 مباراه. ده كان الفرق ما بين النسخه دي والنسخه دي ايه؟ تحديات كتير جدا، لاعب اشتغل على نفسه، لاعب سمع للسير اليكس فيرجسون وكان ما بينهم تحديات وحوارات كبيره جدا وتقدر تقراها في المذكرات بتاعت السير اليكس. ده اللي صنع كريستيانو رونالدو، انه لاعب ركز على انه يحول امكانياته ومهاراته في صالح خدمه الفريق وحتى في صالح خدمه نفسه. ده اللي منتظره من احمد عبد القادر، لحظه تفجر الموهبه وان انت ازاي تكون لاعب صاحب فاعليه عاليه. احمد عبد القادر يعني انا لما واجه بالميراس كنت بقول اي حد هيتفرج على مباراه الاهلي وبالميراس هيعرف ان احمد عبد القادر هو البرازيلي اللي متواجد على ارض الملعب، وكمان مباراه الهلال السعودي. ويمكن بدري لما سجل هدف انا كتبت بدري نجم برشلونه طبعا، يعني نجم صاعد في جلطة سراي، قلت بدري بيسجل هدف على طريقه عبد القادر، ما بلغتش في القصه لان بالفعل دي اهداف عبد القادر، سجل في الاسماعيلي بمنتهى الهدوء داخل منطقه الجزاء، سجل في الهلال السعودي بمنتهى الهدوء داخل منطقه الجزاء ومجموعه مهارات، وايضا بيسجل هدف ايضا امام المريخ السوداني بمنتهى الهدوء. احمد عبد القادر هو اللي بيشعرك ان الكره سهله، الكره مش صعبه.